تقول ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو العادة المعروفة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وأما الاستحاضة فإنها نزيف ليست حيضا، إنما هي نزيف نتيجة مرض. والحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام، وأما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، بل يجب على المستحاضة أن تصلي وأن تصوم. نعم.